هاكم والو احنا 470 واحد. شحال؟ 470 واحد. كيفاش 470؟ 400 واحد. 400 واحد. 400 واحد في اللوين. اه جرافة. في بوطي واحد. بوطي واحد. قد هذا البوطي هذا اللي حنبو؟ كبير. كبير 400 واحد. واش الله. من ليبيا حتى لطنطين طليان. حتى لطنطين. شكون اللي الغلبة لقيتها كما تمنيتها؟ لا. 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 شك. كيفاش؟ كنت غالط فيها بزاف. خوتي السلام عليكم ورحمة الله، جيسبيغ راكم بيان، نوتخ باغ الحمد لله دائما وأبدا. خوتي الأعزاز يا وليكيب كوم دابيتود، إيستور وحدة أخرى، قصة وحدة أخرى. خونا ما شاء الله مغربي، كسمك الله؟ أسامة. أسامة خونا رانا هنايا في الطليان، ما تقولي لمن من، أنا نجيكم بجديد. كنا في فرنسا، باري، مارسيليا، عوجيناها ليون، غرونوبل، ودروك كملوا هنايا في الطليان. ميلون بلوس دو سا. سيغ سو نتلاقوا بعد الفاصل ونكملوا مع خونا ما شاء الله اسامه الاستوار تاعه. شوفوا هذه اي اخو العزيز، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي ثم ثاني اخوتي، اجركم واجرنا عند الله. نود بسم الله، قول لي اخويا شنو الحاجه اللي تاتك تغادر من بلادك؟ اخويا راه كما كيغادروا جميع المغاربه كنغادرش انا، وقلت لهم نغادر صغير باش ما نوقعش في دوك المشاكل اللي كيوقعوا فيهم الكبار، ما كيلقاوش خدمه، كيلقاو شحال من حاجه. لما صغير طلعت صوفي راسك هنايا، تصوفي والديك، تصوفي شحال من حاجه، فهمتي؟ هذه الحاجه اللي بوساتك تروح. واه ودابا الوالده الحمد لله كتقول راه باقا كنتسنى واحد ولد عندي راه في ايطاليا. دوات كتقول راه كنتسنى ولدي بعدا راه في ايطاليا، وخاص بنادم شو ولد لهنايا يدير علاش يرجع. كاين اللي كيجي لهنايا 20 عام ما عنده لا اوراق لا والو. كانوا معايا انا في نابولي شي وحدين، كيفاش معايا في الزنقه والله الا 20 عام ما عندهم الاوراق الاول. 20 عام هنا في مارس في الطليان ما عندهم شوره. سبحان الله. علاش الريال اللي طاع عندهم كافاري هذاك الشيء راك عارف. صافي ملي كيجي شي قانون ما كيصيف في جيبهم والو. سبحان الله. انا بس كل حاجه مليحه في الطليان، جيت يطيح واحد شقه واحد القانون نقلك ديرك تسالك سهله ويمدوا لك واط. واه خاص يكون عندك فلوس، تكون خدام، كل شيء يعني الدولة تشوفك أنت خدام وجامع روحك هي تساعدك. سبحان الله. تشوفك أنت باغي تمشي تشمكار، باغي تمشي صافي تقول هذاك. من أنت حاجة اللي ديتك تتغادر هي زعما الخدمة، ماكش باغي تروح تكبر، ماكش عندك خدمة، تو سا سي سا لافونير كما ندير. واو أصلا الحلم ديالي أنا الغربة والحمد لله حققت شو وصلت ليه. إن شاء الله. وكيفاش درت خويا مالو؟ طلعت بوطي ومن دخلت؟ كنت في طنجة، كنت في طنجة في المغرب، يعني أقرب نقطة ما بين إسبانيا والمغرب. كنت كنريسكي تما على البور باطوات باليريا شحال من حال، وما كتبش الله. صونات لي الويده قالت لي ولدي غتبقى تشرد، وهادي جي انا عندي لك النيم ديال واحد الحراق وسير معاه. انا كنسحب الطياره وش حاجه غنمشي لليبيا وهادي. ساعه وصلوني قلت لهذاك الحراق دويش معاه، قال لي لا خاصك تطلع لوجده وغتقطع الحداده بين الجزائر والمغرب. جرجير بزاف بزاف العصا وي بزاف العصا 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 كل عصا الجزائر ليبيا كلشي العصاب مشاكل كيضرب. واه المشكل انت كتدخل انت على رجليك وتضارب مع العسكر وكتهرب وفي الاخر انت اللي كتخلص. فهذيك الشيء اللي درت، خلصت ما بين المغرب والجزائر، خلصت 1000 اورو 1000 اورو ما بين المغرب والجزائر، وانا اللي داخل كنت جرجر، ماشي هما دخلوني بطونوبيل ولا دخلوني بشي حاجه، دخل على رجليا الصحراء. وي خلصت الجدرميه ولا الحراقه راه معي صاوب. الحراقه هما اللي داروك الطريق هكا باش اوكي. مالا انت تدخل من المغرب حتى الالجي، من الالجي قطعت ديريكت الحرقه رحت لليبيا. غادي في الطونوبيله، الطونوبيل مورا الطونوبيل، الطونوبيل قطعت الطونوبيل، الطونوبيل قطعت الطونوبيل، شوف وصلنا توصل لليبيا. حتى وصلت لليبيا، من ليبيا قطعتها ديريكت للطليان. ليبيا رحت فيها واحد شهرين، شهرين صافي جات الخرجه نوضنا. واحد شهرين في ليبيا؟ واه. اسكم مليحه؟ لا 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 ما تجوتش ليبيا. اسمعني غايه روح مزيا خونا راه يقولنا ليبيا شحال واحد يقولوا لي خطيكم الحرقه تاع ليبيا عباكم انتما كان الناس يخونوا ام يخطفوا بنيادم ام يخطفوهم. سمعوا غايه والله قالوا شحال واحد واحد يقول هو طليان ولا حاجه ام يخطفوا الحراقه ام يحرق ان شاء الله تكون تعرفوا السونس تاع هذا لا فيديو ان شاء الله تعجبكم. قول لهم راهم في ليبيا شحال وباقي لدابا مشدودين في الحبس. وي حيت يخرجوك للبحر وهذوك اللي تحرق معاهم يخرجوك ويتبعوك يشدوك مينيشيات. الحبس الحبس قدوك الحبس كيخلوك بلا حوايج حاشاك بلا حوايج والله والله شي خلوك ابول بزاف بزاف. العذاب كاين في ديك ليبيا العصام على الصباح في الليل يدخل الحراق يبدا يضرب في بنادم. اسكو تنصحهم بها مالا ليبيا كاع والو؟ لا لا ما يطلعش ليبيا خطيكم
شي طلع لتركيا ما يطلع ليبيا. اه وي طريق تاع تركيا خيمه تاع ليبيا. تركيا ماشي انا ما ماشيش منها. الحمد لله سلكتها الحمد لله. الحمد لله وتخير. تقول الحمد لله واه. خويا ليبيا قالوها لي واعره مالا انت من ليبيا قطعتها ديريكت الطليان. سيشيلي لامبيدوزا جزيره وسط البحر. لامبيدوزا قلت لك تهالي خويا ولا تعال وصلها. لامبيدوزا هي جزيره وسط البحر ديال طاليا ديال ايطاليا. موراها كي درت؟ شدونا البوليس ديال طاليا. من غير واجهنا صعوبات مع الميليشيات وسط البحر تبعونا القرطاس القنبول واللي كيعرفني دابا واللي كيدير غير يتفرج في فيديو غيقول هذا كان معنا شحال من حاجه تبعونا وسط البحر واجهنا بزاف. شحال قعدتوا من يوم في البحر؟ خمس ايام. خمس ايام في البحر؟ خمس ايام. كنت نصح بها البوطي؟ واخوي صعيب. ايوا سيد عباك بلي سبحان الله انا مزوجكم خمس غربات على بالك غربه تاع ليبيا حكاوها لي عليها وغربه ثانيه تاع البوطي. الحمد لله لك سالك اخويا عاود الخير عليك. راك ملقط انت سبع ارواح رضات الوالدين الله هذه هي كلمه. مال اخويا لازم ماك تنصحش به مال بوطي. فيزا كانت فيزا مزيان. فيزا تبغي فلوس فيزا واه عندك فلوس. اسكو حسيت بالله اسكو خفت في بوطي؟ لا لا ما خفتش والله الا غادي ودير توكلي في الله. خمس ايام. خمس ايام شنو كنت تاكلوا؟ شي والو جين هاكا والو. احنا 470 واحد. شحال 470 واحد؟ كيفاش 400 واحد؟ 400 واحد. 400 واحد في اللوين. جرافه في بوطي واحد. بوطي واحد قد هذا البوطي هذا الحنبو كبير كبير 400 واحد ما شاء الله. من ليبيا حتى لطليان حتى لطليان سبحان الله خطر الاولى سلا برومي 400 واحد. 400 واحد راك مأكد؟ راني متأكد تنوريك تصاوب. سبحان الله ما انا رحتوا كاع قعدتوا خمس ايام. اسكو صارتكم مشكله بعضاكم؟ خسرنا الموتور ديال الزودياك ديال الجرافه وسط البحر هبط القبطان بقى يصيف فيه عاوتاني. وي واه صافي راه بنادم فقد الامل. والناس مدابز بعضهم بعض تماك الناس هكا نشعر. تناضت المشاكل وسط. تناضت مشاكل؟ والله بنادم متعصب معنا دراري صغار معنا شحال من حاجه. دوك افارقه جايبين ولادهم مع تربيه والله شادين ما في ايدي. افارقه يتوسع مع ولادهم يتو. واه جايين مع ولادهم صغار. سبحان الله بزاف وقعوا لنا مشاكل. مخيل عباك متخيل تخيلوا انتم معنا تخيلوا واحد مع لي زافريكان هكا مع ولاده انت قاعد خمس ايام. سبحان الله الماكله ما كانش دبزه ومشاكل السمش. جينا شي خمس ايام وحنا جالسين مني جات الباطو ديال ايطاليا جات لامارين ديال طاليان ما قديناش نوقفوا على رجلينا. قديتوش تحبس؟ والله والله ما قديناش نوقفوا رجلينا ولاو كيتساطحوا قاوش مقينا بارك باركين صاب بنادم كيتشقيا بنادم شحال من حاجه بزاف. واه يا خويا راك سلكت واحره هل دابا اللي جاي معايا غيشوفك غيكون شوف هذا الفيديو ديال شافو بيان سور غادي يشوفك 400 واحد طلع معاك خويا غادي يشوفك يضحكوا دروك كاع الفيديو ده غيعرفني غيقول هذا كاين هادشي اللي قالوا كامل كاين. سبحان الله مالا مين لحقتو اش صراو؟ لحقنا خويا بنادم رطاح صافي سجد قال الحمد لله حيت داز علينا بزاف كيف صاب بنادم فقد الامال قلنا عاوتاني غنشدو في الحابس الله يحفظ البحر كان طالع بزاف قلنا صافي غنتقلبوا شحال من حاجه بنادم فقد الامال صافي ولكن الحمد لله ربي كبير. خمس ايام. خمس ايام وسط البحر. وهذا قبضكم بوليسيه اش قالوا لكم؟ شدونا البوليس ديال ايطاليا صافي قلنا ترانكول تشدنو تشدنو صافي طلعونا عندهم دوك يطلعوا فاياج بالفاياج جوج باط جوج لاماريناج كبار صافي دخلونا لديك الجزيره تما داونا لواحد السانتر تمايا بصموكم بينوكم. ضروري ضروري لي مينور مشات السانتر ديال المينور لي ماجور داو الماجورين صافي قلت لا ماجور تاع واخويا طحت مينور انا طحت مينور طحت 17 عام باقي لي شي 3 شهور باقي شهرين ونكمل 18. انت شحال عندك من العام حقيقي؟ ما عنديش 18. عندك 18 درو 18 وشي 4 شهور ولا 5 شهور. 4 شهور انت طحت له مينور لعبتها بالعاني بليتها مينور. لا شو مينور ما كملتش. ها؟ ما كملتش شهر واش من السينترا. علاش هربت؟ خويا الراي ديال بنادم ما عجبتكش؟ لا كانوا معايا شي ماصره ولعيبات وما بدون ظهر. سونتر مليح سونتر تاع طليان مليح؟ ما مليح ما والو. مش مليح؟ لا ما مليح. الصحراء ماذا بيك تكون صديقه جريئه عليك انت راك فاهمني؟ ما مليح. مش مليح سونتر تاع طليان كي شافيه كنت طحت انا في اسبانيا والله من جل طالي. كيفاش كنت انا في اسبانيا كنت دزت من المغرب لاسبانيا من جيش طالي. وي واه كنت جيت سبحان الله كنت تسمعوا خوتي سمعوا غاي سمعوا غاي ما انت كنت في اسبانيا ما طلعتش طليان. لا ما طلعتش طليان. علاش تنسى نصوفي اوراقي وريق الحاج حيت اسبانيا احسن بلد في الاوراق اش بغيتي انت حنا اللي جينا هنايا ما دابينا نديروا اوراقنا ونهبطوا نشوفوا والدينا حنا دوزنا شحال في الشارع وراك تشوف العاده تبريتو صح. واه والله 3 شهور 3 شهور برا انت برا وابا انا برا كنت باش مع ستاسيون سكيريه بزاف بزاف دوزنا العاده سبحان الله الحمد لله ربي كبير. وكيفاش دير زعما الاكل اللي توسا
راه كيما كندير انا وكيدير اي واحد، راه كلشي كيشفر الماكله، دير حاجه باين. سبحان الله يا ربي، حاجه باينه. شي سلام انا ما مطليان نقولوا بلي سهله ونحت الاوراق. يا شوف مني كنحط راسي وكنقول الحمد لله انا جاي معول على هادشي. اي واحد ما عندي شي واحد، انا الواحد في عائلتنا اللي طالع للغربه هو انا. ما كاين حتى واحد زعما، لا والو، شي واحد من عائلتي انا طالع للغربه ما كاينش، انا الوحيد. ريسكيت جبتها الحمد لله باش نصوفي والديا. مي صافي وصلنا لهنايا، دير في بالك نحط راسي على المخده نقول الحمد لله دابا باش نهار تقاد لي، دابا باش نهار شعر. الغربه اسكو الغربه لقيتها كما تمنيتها؟ لا لا لا. كيفاش كنت غلط فيها بزاف؟ غلط فيها بزاف. كنت كنقول لا غنجي الغربه هنايا، هادشي هذاك العقل ديال الصغيره تقول كاين غنمشي تما غيعطونا الدار، يعطونا شحال من حاجه يتهلاو فينا. ساعه جينا هنايا ولينا كنمشيو للكويستور كنقول لهم انا مينور وما كيديروا معاك والو. قلت لهم ملي تامينو ما داروا لك والو. بغيت نكذب عليهم واحد الثلج والشا والبرد، بغيت نمشي ندخل في النعس والو. البوليس كيقول لك سير الكوميساريه اخرى، سير الكوميساريه اخرى، والو ما كاينش. صافي هذيك طلعت لنا ميلانو هنايا صونيت ودخالي جا عندي. صافي بقيت انا وياه دابا شد الوطيل الحمد لله، كرينا واحد الدويره. شحال؟ و 1000 اورو باش كرينا الدار. 1000 اورو؟ واه. شحال كري انا جينيرال مال واحد حراق هكا؟ خويا اللي ما عندوش اوراق، ما خاصش واحد يكون عنده اوراق باش يعطيك كونترا ديال الخدمه شحال من حاجه. تسمى واعره شويه؟ واه صعيبه بزاف. سبحان الله خوتي، سبحان الله، عيش وتشوف شحال من واحد يقول لك بالايطاليان سهله من نايت وسا. ملي يقلك فريمون تسقسي الناس اللي عايشين فيها، تسقسي الناس اللي راهم قاعدين فيها باش تدي الصح. خونا هذا خوتي جاي خمس شهور، راه هنايا ثلاث شهور وبيت برا، راح عند بوليسيه يسقسي كل بوليسيه تدي لا روح عند هذا روح عند هذا، فتش في البرد ما يقابلوش، رقد برا ثلاث شهور. مزيه ولد خالته الله يبارك قعدوا معاه قبل رغم قابدين اوتاليتو الحمد لله. زعماكم اذا متعرفوا حتى واحد انا في طليان سني با فاسيل فريمون سي با. راكم تشوفوا خوتي، راكم تشوفوا الحاضر، ما نكذبوا عليكم والو، غير بارطاجي باش لافورماسيون ما تحبش غير عندك ولاش يعرفوا طليان كي دايره. واش تزيد لهم ثاني خويا؟ اخويا الخدمه كيفاش؟ خدمه خويا ما عندكش وراق غتلقى الفلاحه. كيفاش؟ غتلقى الفلاحه. فلاحه كاينه؟ كاينه في الجنوب. في الجنوب؟ هبط سيسيليا لتحت، هبط سيسيليا. سيسيليا ولنا واحد نابولي لتحت تما تلقى الفلاحه. انا ما كانش. لا انا ما كانش. انت عندك ميتي. كيفاش؟ عندك ميتي، عندك حرفه. عندي حلاقة انا وعندي كرة القدم، انا راه الحلم ديالي كرة القدم، انا جاي للغربة اصلا باش نحقق واحد الحلم عاوتاني ديال كرة القدم. اسكو لقيت؟ لا لا ما لقيتش، خاص لي وقف معاك، خاص لي ساعدة. كي هناك المغرب عندك المعرفة راك دايز، ما عندكش معرفة راه تبقى تبشرد الناس. الله واش تقول لهم خويا متفخوكم متفرشة شو تقول لهم؟ نصيحة روعة ماذا بيقول لهم؟ نصيحة خويا تيها من قلبك فاهمني؟ قولها لهم. واش غادي نقول لهم؟ هو اللي بغى يطلع الغربة الله يسهل عليه. غربه مزيانه الا كانوا عندك جاي عند من جاي فهمتي، مالك شي غتجي تبقى متشرد ابقى في بلادكم اخو. والله والله العظيم. ولا كانت جاي انا بعدا دير في بالي جاي هنايا، دير في بالي تشرد، دير في بالي شحال من حاجه، حيت عارف ما عندي العائله الاول ما كاينش اللي غادي يحل لك البال. كان على بالك بها جاي الجو اخر، انا ملي دخلت هنايا بنادم كنبغي نفهم واش كيقول، بنادم راه داوي عليك وانت ما عارفش كيقول. هنايا واحد الجو اخر، واحد الجو اخر هنايا، بنادم كصاحبك شفار كيحقرك. اوه وا داديز من حداك تشد صاكه تشد تليفونك بعد من حداك تهرب، ما تخلعوا منك حتى كيبقى فيك الحال. علاش؟ حيت كنت انا عايش بحال الماليك في المغرب، انا كنت كنضرب شي لابس شي حاجه ما كايناش، كتجي لهنا كتشوف راسك كل شيء خويا بزاف. والله راه بنادم اللي جانا من 16 شحال من واحد كيتسطان. سبحان الله. والله خويا خليها على الله وصافي، وكل الحمد لله ربي كبير قد ما ضياقه تجي واحد النهار وتفرجني ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله واحد لكن كلنا احسن بالظن بالله فهمني اخويا، حنا كنديروا توكيلنا في الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يفرج على كل واحد اخوتي. راكم تشوفوا اصبط اخونا كيفاش دار، جا هنايا من نارها خمس شهور بلا راه مطير كيما على بالكم كاع لي جور الوالا. سي سيغ تكون ديفيسيل الواحد يجي هنايا، سي سيغ يسخطر، بصح واحد يكون قافز، واحد يكون كوراج، بصح واحد اللي راه عندها في الوالد اللهم ما يجيش خويا. بصح كيما قال لك هنا، اذا انت راك عايش بيان وما عندك حتى واحد في الغربه، اللهم اقعد في دار اقعد في البلاد، عندك والديك عندك من لعود دعوة الخير، خي مجانا خويا تتجرجر وتروح بعيد بعيد فهمني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم خوتي، وربي يجيب الخير ربي. سبحان الله والله اخويا حكي لي استوار عمري ما سمعتها، 400 واحد طلعت بوطي ليبيا اخويا العزيز. سبحان الله. نتلاقوا خوتي ان شاء الله في استوار واحد اخرى، موضوع واحد اخر، وان شاء الله فهمتوا لو سونس، فهمتوا شك باين نوصلكم كوم ميساج ان شاء الله يا ربي. بارطاجي دروك نخليكم الجملة التالية، الجملة الأخيرة هي باللي الدنيا ساعة فرحك
وساعة بكيك وكلمة الحمد لله وحدة زيك. والسلام عليكم. السلام عليكم.